فيش أصعب من إنك تعيش تحت القصف، مهدد، خايف على حالك وعلى أهل بيتك، محضر الشنطة جنب الباب 24 ساعة في أي وقت، ممكن يقولوا لك اخلي المنزل رح نقصفه بعد دقايق، فيش عنا مي، فيش عنا وقود، فيش عنا كهربا. بس القصة ما بدأت من هون، بدأت من زمان. إجا شخص حكالنا إنه ابن عمنا هذا حرامي. أول ما إجا قال: سلام يا خبيبي، الشقة هذه من اليوم ملكي، وأنا مشان إني رحيم رح أتركك أنت وعيلتك تعيشوا بأوضة متر في متر في هاي الشقة. للأسف الشديد الحمام والمطبخ مشتركين، رح أستعملهم أنا وحدي 22 ساعة باليوم، ورح أتركك أنت وعيلتك تستعملوها ساعتين. لكن إذا حدا ضايقني سواء أنت أو أولادك رح أعتبركم مخربين، ورح أمنع عنكم الكهرباء والمي. هذا كله بموجب العقد اللي جابني لهون، أعطاهولي من لا يملك هذه الأرض، مستفيد منه من لا يستحق. أنا جيرانك من اليوم ما إلك أي علاقة فيهم، رح أخرب وأفرق بينكم. إذا حد فيهم حب يتدخل في صراع اللي بيني أنا وياك ما رح يحصل له. طيب أنا أقوى بكتير مما تتخيل، أنا لا أكهر. ودينا له عوجه مرة ورا مرة، وكل مرة يقول: أنا ما رح أسكت، رح أجيب اللي جابوني لهون مشان يجيبولي حكي. هو ضعيف رغم ما يملك، وأنا أقوى لأني صاحب الأرض والحق، وعندي أمل متمسك بيه رغم الظروف. عندي مفتاح بيتي القديم اللي واثق اني رح اعود له يوم، وما بديش ارض غيرها.